شير جري مو قالك إلهي درتس أشير جري وأبنا فاء وأركيسان قف والبو مسلم أو حن كعصنا إن مو قالك أشير جريو دجال الله أيقوا حيلوبي دابا عليسا أي صوغاري يا مسلمين يا مسلمين ها جود بين لايك تنا هك حزد سو ميلر أجارو إلهي سبحانه وتعالى هؤنا حريص قف والبو قيس كأنا حريصه وحن إذا كعصنا ميلر إن أتجرسيس مو قالك تدخل بحصصي أدونك يا آخر وأقول لي بنتو قيس كم ما تقرب استقبوها اينو غبا هايين هاداد وحباو قبان كر لايك صار او صاحبه او شير قري سي الهي درتس لو عاويو حال يا اخوان انظروا اي اقدامي مقطوع يا اخوان والله ما لي معين غير الله ما اقدر يا اخوان عندي كما قلت لكم الزوجة حاملة وهذا ولد مصاب يا اخوان والله وارجو من ان الله ثم منكم مساعدة ساعدوني في سبيل الله يا اخوان والله عليكم أن تساعدوني يا أخوان انظروا حالتنا والله متنا يا أخوان والله يا أخوان وأركي سوا أويني ولا الوحاكا عصرنا إنا شرقري سبو قالكان إلهي درتسنا أبسو قرب استاكتو وأبها أوكالك السوقات ما تصدى أوقي ريسي أويني قف والبقفك وحبو قبك رحيطا إلو شرقري لنبر كودة شاشد أيو ساري هاي هل دولار لبا دولار شد دولار أو أتكو ساعد وحبكا من إيسو ولا الوحاكا عصرنا إن أد إلنتان فرحاد أبدشو وحين كيما دقوا دقالاد أي كسوعدان ولا الوحاكا إلهي لنا هكذا قيد قاضي عبيد تقويس كان إلهي درتس أقرب استيق قف والبو مسلم أو حالنا هاي إلهي درتس إلا وصو قرقارو إسلامر كان موقال كالا شير قرأيو حاسك وحاملو أبي واك وأركي سالوغاها أيو لأي هاي أو دقالك أيو كو وحيلوبي ويلكن وعطاوع مقالة مخدشة أيالا سو قرسي إلهي درتس دادكا ما دامو ودن كودي دقال أو كسعودو إسلامر كان أيو أسو هاجيري مقالة مخدشة عاسبة دالك سوماليا قف والبو مسلم أو حالينا قرب استاقة عاوينادا إسوك لأت إن إلهي درتس لغو ساعدو سوك لالكار وحاباق ودرينا إسبتالة كويالا دالك سوماليا قار أهم مقالة مخدشة عاسبة دالك سوماليا إن قويس كان أي لصو هالان oo ay soo xiriiriyaan lambarkooda shaashada soo saareeda ee anti mashkila ana akhukum ali muhammad ya ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ana tahajjartu min makan al hurub wa asabtu bil hurub ana wa waladi hadha tahajjarna min mantaqat gaza min mantaqat al hurub ya akhwan wa ashrah lakum an wad'i yani hadi andi zawja hina hamila ya akhwan wa andi hadha walad مريض وهو مصاب في الحروب والله العظيم وما يعني بحيلتي أي شيء يا أخوان وأطلب من الله ثم منكم المساعدة أن تساعدوني في ولدي هذا وفي زوجتي هذا وهذا الدواء والله العظيم لا أقدر أن أشتري هذا الدواء يا أخوان هذا الدواء لولدي يعني وما لي معين غير الله وأنتم يا أخوان فبارك الله بكم وجزاكم الله عن كل خير أن تساعدونا في هذه المحنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون أخوة المسلم لأخوه المسلم وأنتم أخوتنا يا أخوان أن تساعدوني إن الله في عون العبد إن لم يكن الله في عون أخيه فساعدونا في سبيل الله بارك الله بكم كما قلت لكم انظروا حال زوجتي والله تهجرنا من الحروب يا أخوان انظروا حالي هذه حالي من الحروب والله العظيم يا أخوان قطعت الأقدام لا أقدر على السير ولا على العمل ولا على أي شيء يا أخوان هذا باسبور جديد يا أخوان لطفلي هذا لولدي والله العظيم أعيش على الصدقة من أخواننا المسلمين هنا في الصومال الطيبة الشعب الطيب وأنتم تساعدوني وهذا الأبطال أخواني الصوماليين هم من ساعدوني في تصوير هذا الفيديو يا أخوان كي أنشر للناس يساعدون الناس فبارك الله بكم أن تساعدونا جزاكم الله عنا كل خير يا أخوان والله انظروا حالتي حال زوجتي وحال طفلي هذا يا أخوان والله كما قلت لكم أنه مصاب يا أخوان هذا طفلي يا أخوان كم ورحمة الله وبركاته صوت. أرجو من الله ثم منكم المساعدة يا أخوان أنا زوجي عريان وهذا حاله ووضعي أنا صعب أنا حامل وأريد أن أعمل عملية قيصرية يا أخوان وليس لدي أي حال وابني مصاب في حرب يا أخوان ووضعنا يعني لا يعلم فيه إلا الله والله لا أقدر أن أشتغل أنا لا أقدر أن أعمل زوجي لا يقدر ابني في عملية وضعنا صعب يا أخوان
أرجو من الله ثم منكم كل من يسمعنا أن يساعدني في سبيل الله يا أخوان. والله لا أقدر على أن أشتغل أن أعمل أي حاجة، ونحن في الشهر التاسع أنا ولا أقدر أن أعمل أي حاجة. هذا حالي يا أخوان، هذا وضع زوجي وهذا ولدي، لا لنا معين إلا الله. وأكيساب القويس كان حالده يكون جرابات وحي مسافر كل دلك الصومالي قال أهم قال هذا مقدشة عاصمة الصومالية وحائدي لنا قف والبا حالد كلب دوينا يستطو أبي وأناكو هويري وحاملو ويركينا وحالا وصرير أيو ساري هاي سيدان أي أمرك سي قويس كان قف والبا وموقال كان داوانا وحالينا هاي ولا الكخيب قال عاوين تقويس كان هدي وحباء أقوكرة حتى أشير غري موقالك سوء ميلر أقارو هل دولار لو دولار شن دولار أو أكو صدق يستطو أيا وحويل كوتاري إن مركا إلهي سبحانه وتعالى درتيس إن عددك أن أسا إن موقالك لو شير غري قف والبوحي وكخيب قالك ركخيب قاتو الباتو وأدوي بريو وآخرو إفكا ولا اللغوية أدوكا وعلى يتغا قف والبو مسلم او ولال كيسكلا اي مسلم كايدو او غرغارو صدقده با تا بحثته الهي درتيسا او بحثته وا وجيدا داوويكي هلكاس او يالو ويلكي وا ضابع او سريرتا ايو سداس او ساريهي هويدي وا حامل ابين وا نافو با تا وح او او قوا كرنا اي سجيرين بركا با تا وحا وح او قوا كر ولالا سوماليت قف والبو او مسلم وا دريبي كر قفكي حالد دغال سو كلبي oo sidaan oo kala dhibaato u galay ayaa dareemi karo xanuunka ay leedahay safarka iyo dagaalka iyo dhaawaca wax xanuunka uu leeyahay qofkii la soo kulmay ayaa dareemi karo qof walba maanta muslim ah waxa ka cusaneena in meel walba uu joogo ama Soomaaliya ha joogo ama wadamada kale islaamka joogo in qoyska la soo garab istaago oo ilaahay dartiis lagu saacido saacidada wax walba ay u tareeso hal dollar laba dollar shan dollar labaatan dollar waxita waxay dabka ku shitaa ee la siiyo oo la garab istaago garab istaag buuxo loo sameeyo lambarkooda shaashadu saaray walaal ka qayb qaata caawinta qoyskan ilaahay dartiisna ugu shirgareeyo.